اللهم إنك أنت قلت وقولك الحق المبين، ومن أصدق من القائلين؟ قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. أنت لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أنت اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز، أنت لا مانع لما أعطيت، أنت لا مانع لما أعطيت. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة غلوب رمضان، ولك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم أهله علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم إنا أعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرق الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف
فاعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظ بلاد الباكستان، اللهم احفظ بلاد الباكستان، اللهم احفظ بلاد الباكستان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا إنك أنت خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.